السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. مساء الورد والياسمين عليكم والسعادة. هكون معكم النهاردة في حلقة جديدة من حلقات حال الدنيا، ونتكلم عن تفسير الأحلام كالمعتاد. وزي ما أنتوا عارفين سويبة صابر مش صوفيا، ها، عشان بس نركز في الاتصال. النهاردة الموضوع مختلف شوية ويمكن يكون غريب على الأسماع. هنتكلم النهاردة عن رمزية ومعنى شرب الخمر أو وجود الخمر في المنام. الخمر، هل هو خمر الجنة أم خمر الدنيا اللي هتتكلمي عنه؟ لا، خمر الجنة، لأن إحنا لحد دلوقتي ما نقدرش نجزم أو نقول خمر الجنة خمر الدنيا. هنتكلم على خمر الجنة، ده في حوارات تانية أو أمور تانية متعلقة بنقط معينة، وبيكون نادرا وجودها في المنام اللي هو خمر الجنة. إنما خمر الدنيا بيكون له دلالات مختلفة ومتنوعة ومميزة، يكون غريب على البعض، فبعضه يكون خير وبعضه يكون فيه سوء. لما أنا أشوف رأيت أن أشرب خمر أو في مكان خمارة أو حوالي ناس شارب الخمر، هل له دلالة معينة وقوية؟ أيوة، له دلالة قوية وله مغزى ومعنى، رسالة من الله سبحانه وتعالى. حين أرى أنني أشرب الخمر وبعدين بسير في طريقي، معنى كده أن أنا فتنت بشيء ما، ده في حال أن أنا اللي بسقيه لنفسي أو عصرت العنب وأسقيته لنفسي، إن أنا حاولت أنتفع بشيء ما، وشيء ده فتني من فتن الدنيا، وبعديها بدأت أفيق لأستمر في مشوار حياتي. طب لو حد أسقاني خمرا زي الفودكا والواين والحاجات اللي احنا بنشوفها في الأفلام الأجنبي دي كده، وشايفاها على منصة أو منضدة وغيره، فمعناها إن الشخص ده كذوب ويحاول إضلالي، إلا إن الله سبحانه وتعالى سيريني هذا الأمر بعد أن أكاد أن أقع في الفتنة. طب لو شربت كاملا منه الكأس أو الشيء ده كاملا، يبقى وقعت في الفتنة كاملة. طب ما ده مشابه للواقع، أيوة مشابه لي، وهذا هو الجزء الأسوأ فيه. طب الجزء الطيب منه، إن أنا لما أكون أنا بحضر في خمر زي العنب أو الحاجات دي في بيتي وأسقيه لنفسي أو لأولادي، أنا اللي بحضره، رأيت تحضيري له وبسقيه لنفسي وأولادي وكأنني في عطش شديد، أي أني أقاوم بعض الفتن ببعض الذكاء أو الفطنة، إن أنا بحاول أتعامل مع الفتنة بشيء من النصاحة وأتجاوزها وأتعداها دون الوقوع فيها، بل وأنتفع من الأمر. إزاي؟ كل واحد بيحسب تناسق الأمر معه. يعني زي مثلاً الوجود في مكان يكون فيه ضلال ومفسدة، أنا ممكن أكون مصاحب للناس دي دون أضر نفسي ودون أقع في الفتنة معاهم، وممكن أنتفع منهم كمان من غير ما أكون في وجه شر وضر ليا. ده نوع من الأنواع، كل طبعا واحد حسب سياق حياته ونسق حياته. طب لو أنا شفت أني بشرب الخمر وقبليها بيوم مثلا كنت في فرح وعمين بيشربوا، في ناس في أفراح شعبية شو بيشربوا حاجات كتير، ده على طول حديث نفس ليس الا. طب لو انا شايف ان انا عطشان وعمال اشرب في خمر في خمر وعمال اشرب وما بشبعش، ده حلم شيطان ملوش علاقه. يبقى حديث النفس لما يكون سابق رايت هذا الامر، او رايت في حلم مثلا، في فيلم قصدي قبليه او غيره، هنا يكون حديث نفس. لو ان هو شرب بشراهه ده بيكون حلم شيطان. طب لو انا بشربه بشراهه وما عنديش سبيل لغيره في صحراء، هل ده لي معنى؟ ايوه، لازم هنا ينذرنا الله من الوقوع في فتنه، ألا يكون لي بد إلا هذا الأمر، فعلي أن أحذر حين أخوض فيه. يعني أنا لو ماشي في صحراء ورأيت أن أشرب خمر أو في بئر ده مليان خمر، يعلمني أو يذكرنا الله سبحانه وتعالى ويحذرني أن هكون على طريق صعب وفيه فتن، فعلي الحذر كل الحذر، أن أنا حتى لو وقعت في الفتنة فدائما أتذكر الله سبحانه وتعالى وأكون على وعي كامل بما أنا مقدم عليه، فبيكون ده تحذير من الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إحنا أحبابه إزاي، وقال إن القابض على دينه كالقابض على الجمر. دلوقتي أنا بفرح حقيقي لما بلاقي واحد مغني ولا واحد غيره بيتوب إلى الله، زي الولد اللي اسمه فارس اللي تاب إلى الله سبحانه وتعالى وبقى في وضع كويس وعرف إن مرجعيته في الدين إيه. فربنا يهدينا جميعا ويقينا شر الفتن ويقي أولادنا شر الفتن يا رب، ويردنا إليه يا رب، ويردنا إلى رشدنا يا رب. اللهم ردنا إليك يا رب العالمين. نبدأ ناخد اتصالات. أهلا وسهلا. ألو. أهلا يا جميلة، معاكي. أنا بحبك قوي على فكرة. وأنا بحبك خالص يا راحي، منورانا يا حبيبتي. تسلمي لي. معلش أنا عندي ثلاث أحلام عشان أنا صدقت ما وصلت لك والله. اتفضلي يا حبيبتي، معاكي. بصي أنا كده حلمت من فترة، من فترة كده حلمت ببابا الله يرحمه، حلمت إن هو وماما إن هم رايحين يجيبوا له الذهب وأنا معاهم. فبابا بيقول لي يلا عشان يجيبوا لك الذهب،
لقيت نفسي لابسه طقم حلو قوي وكوتشي ابيض، والكوتشي الابيض ده هو معايا في الحقيقه. جبتيه من فتره الكوتشي ده ولا جديد؟ لا هو معايا من زمان، يعني مو مش جديد تمام. ولا قديم، هو كويس يعني. تمام جميل، كملي. المهم وكنت متمتجه وكده وعماله ابص في المرايه وشكلي حلو قوي. فانا ماشيه كده راحت ماما قالت لي ايه، هات ال 200 جنيه اللي وقعت مني دي. وبص لقيتها 210، ولقيت عم خطيبي وابن عمه الاولاني، يعني كنت مخطوبه خطيبي يعني ما حصلش نصيب وسيبنا بعض. تمام. لقيت ابن عم خطيبه وخطيب ابن عمه وعمه واقفين جنب جنب كده وفي عربيه. حلو. وانا ركبت العربيه انا وماما وفي واحد تاني كان معانا، فانا خدت ال 210 قلت لها ده 210 مش 200 بس، فقالت لي هاتيهم. فانا اخدتهم ولقيت واحد تاني يعني جيراننا كان راكب معانا وشايل شاشه شاشه التلفزيون كده على رجليه. بس كده، وده اول حلم. جميل. الحلم التاني انا حلمت ببابا الله يرحمه، ان هو جاني في المنام وان انا شفته كده، فلقيت في كان دوشه عندنا في البيت وكده، فانا رحت حضناه قلت له بابا انت وحشتني قوي، فراح حضني قلت له بابا هسالك على حاجه، هو انا ظلمت خطيبي؟ قال لي لا انت ما ظلمتهوش، ده انا زعلان عليكي. جميل. فقلت له طب هو انا هتجوز مين يا بابا؟ قال لي انت هتتجوزي واحد، وقال لي انت هتتجوزي مين، بس صوته ما كانش واضح، ما كانش باين، ما كانش طالع صوت. حلو. ده تاني حلم. تالت حلم حلمت ان انا كنت ماشيه في مكان في شارع كده واختي كانت معايا، فبصت كده لقيت نفسي لقيت اربع خمسات، يعني كل ما امشي شويه الاقي 5 جنيه، فانا قلت ايه انا هطلع 10 جنيه ادفع عن صحتي. جميل. ولقيت الجنب يعني كل ما امشي الاقي 5 لقيت 3 بطايق. بعد كده بعد ما مشيت وكل حاجه فمشيت فلقيت نفسي داخله في شارع، والشارع ده فبسال اقول له اختي كانت هنا راحت فين؟ قال لي تعالى اوصلك. راح وصلني، مشيت زي ما اختي كانت ماشيه، لقيت نفسي داخله قصر او فيلا او حاجه كده شكلها حلو قوي قوي قوي، وانا مش مصدقه انا داخله البيت ده شكله حلو قوي. وبعد كده راح رحت ماشيه فيه الشارع ده، راح طلعني على بيتنا، والناس دي كانت الناس اللي كانت في الفيلا او القصر دي بتعمل تبص عليا، مين دي هي مين دي، فانا مش راضيه ابص على حد. ان انت منفصله؟ نعم. انت قلتي لي ان انت منفصله؟ انا كنت مخطوبه وما حصلش نصيب مع لا انا بتكلم، ما تزوجتيش يعني؟ لا لسه انسه. انسه. تمام جميل خالص ماشي. بعد كده فببص كده لقيت نفسي داخله القصر ده قصاد بيتنا، دخلت فيه لقيت ناس كده، فلقيت ناس قرايبنا، لقيت واحده لابسه دبله وبعد كده فقول لها هو انت اتخطبتي؟ قالت لي اه اتخطبت، ولقيتها لابسه دريس احمر. فلقيت بابا كده فسلمت عليه قلت له ازيك يا بابا عامل ايه، وبص على ايده قلت له مالك، قال لي مفيش حاجه بس تعبان شويه. تمام. فدخلت كده رحت لقيت الست دي جاب لها مانجا، جبت لها كوبايتين مانجا. ماشي يا جميله خلاص، شكرا لاتصالك وسامع حاضر للتفسير. الحلم الاخير بتاع والدك ده كله اضغاث احلام ليك، مشتاقه لوالدك والاحداث عندك كلها مداخله في بعضها، ما بين اسقاط ما بين تداخلات ما بين انعكاس للعقل الباطن وهين هذا وذاك، العمر كله مختلط، ولو الشكل الطبيعي للاضغاث اللي بيكون كلمام العشب تكون مش عارفه فيه الكويس من الوحش، من الواضح الحلم كله اضغاث، والذي هذا ليس له معنى وليس له تاويل. كويس. الحلم الثاني بتاع فكره الاول بتاع كوتشي والقصه دي كلها، وان ال 210 اللي انت اخذتيه فان الله سبحانه وتعالى يعوضك بخير وياتيكي برزق واسع وياتيكي بعريس فعلا حد انت كنت عارفاه مسبقا ولكن لم يكن في شيء بينك وبينه قوي، كان شخص اعتيادي بالنسبه لك. المكياج اللي انت كنت فيه شويه الكرب والهم والمشاكل والضغط والاحتياج اللي انت حاساه وانت محتاجه احتواء والدك، كان اكتر حد قريب ليكي حتى اقرب من والدتك. والدتك كانت تكون شديده شويه عليك، لكن والدك كان حاني وحنون قوي، لكن انت محتاجه شويه احتواء والله سبحانه وتعالى يعد الامور. اما الحلم اللي هو الثاني بتاع ان والدك قال لك لا قوي تتكلم ما ظلمتيش، فده حوار تمنيتي ان يجري بينك وبين والدك، بعضه من نفسك وبعضه ادغص، يعني هنا ان انت في احتياج له. طب هنا هل له تدخل وجود الميت؟ ليس كل رؤيه الميت حق، وليس كل الرسائل تجلنا على لسان المتوفى بتكون بالشكل ده، هنا حصل تداخل شكلي من اشكال تداخل الشياطين. الشكل الثالث من اضغاث الاحلام ده ذكرته في احد الكتب اللي كتبتها، فهنا ما هو الشكل الثالث من اضغاث الاحلام بيتداخل فيه الشيطان في جيلك، في هيئ لك او تجسد لك في صوره والدك ويقول لك فلان وعلان، فانت تصدقي
اه انت مستنيه الحديث من والدك، فيبدا هو يجيب لك اللي في راسك ويقوله لك على لسان اقرب حد انت كنت عايزاه، عشان لما يقول لك اي فتنه بعد كده تروحي مصدقاها. يبقى الامر واضح بالنسبه لك، ما عندكيش مشكله هتتقبليه، ده رؤيه ميت حق، ده ابويا ميت، ده انا بحبه، ده جاب لي رساله. لكن الموضوع كله ليس له اساس من الصحه. انت اي ما ظلمتوش، اي واضح انك ما ظلمتوش، اتظلمتي. لا، كل شيء اسمه نصيب. مش معنى ان احنا سيبنا بعض، مش معنى واحده طلقت من واحد او كده، مش لازم كل الحالات يبقى الراجل ظلم او الست ظلمت او انا ظالم، ممكن يكون قدرا الامر جه بالشكل ده. بس قبل ما ناخد الاتصال الجاي، بس يا جماعه هستاذنكم ان احنا ناخد حلم واحد، لو احلام قصيره قوي هناخد حلمين، عشان في كم اتصالات بسبب اطاله الاحلام او العدد الكتير مش بنقدر ناخد كل الاتصال، والناس بتزعل مننا، فهناخد من كل واحد حلم واحد. اتفضلي يا ايمان. اهلا يا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير حال. استاذنك بس هقول لك على ايه، حاجتين اتنين. حلمين بس يكونوا قصيرين بس عشان نكمل الاتصالات، ممكن بعد اذنك؟ ماشي حبيبي. ماشي حبيبي. هو انا دايما بحلم بتعدين عندي في الشقه. تمام. وعندي في المحل. جميل. وعندنا مشاكل كتير في البيت، واولادي دايما عندهم خناقات مع بعض، ومشاكل عندي كتيره جامده قوي في البيت. كويس. وبعدين الجزء الثاني؟ مش عارفه بصراحه يعني. طيب ده ده الحلم الاولاني. الحلم الثاني المشاكل اللي عندي في البيت. انا هما دول الامرين يعني، هما دول الامر. حضرتك هي التعبين دي انا بحلم بيها في البيت كتير عندي في الشقه. طب انت رحتي لحد او حد قال لك انتوا كنتوا تكون معمول لكم او محسودين او الكلام ده باي شكل من الاشكال؟ لا 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 لا، رحتي ولا سالتي ولا غيره؟ لا ما رحتش لحد. بتشغلي رقيه شرعيه في البيت دي اللي هي طويله دي والكلام ده؟ بشغل ساعات الرقيه الشرعيه الصبح وساعات صوره البحر. طيب ماشي، استمعي حاضر اللي انا هقوله لك دلوقتي وركزي كويس، وجيبي ورقه وقلم واكتبي كده تمام، او سجليه بس على الموبايل حتى. شكرا لاتصالك، واستمعي الكلام يا امان اللي هقوله لك دلوقتي. الكلام ده بيحصل كتير مع بيوت كتيره فينا يا جماعه. الرقيه الشرعيه المطوله دي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لك القران، ما القران ما يضرش على فكره، القران يحضر به سحر، القران يحضر به بعض الاذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما تعوذ به من النبي المعوذتين، آية الكرسي تعوزك أو تجعل لك حائل بينك وبين الشيطان، سورة الإخلاص اللي يقوله الله أحد ثلاث مرات منها تعادل ثلثي القرآن. أنت بتجيب حاجات أساسية، الفاتحة السبع، سورة الفاتحة، آيات الله سبحانه وتعالى جعلها لك تقدر تسترقي بها نفسك بالفاتحة فقط. سورة البقرة أنت تقرأها مش بس تشغلها أول ثلاث أيام في الشهر العربي، تزيل عنك الهم ونفوس الشياطين وتواجد الحاجات السيئة والطاقات السلبية وغيره من العين والحسد. أذكار الصباح والمساء لما تقولهم ما يقدرش يمسك شيطان ولا جن حين تمسي ولم تقرأها لحد تصبح، وإلى غير ذلك. لكن يجيب لك بقى صورة معينة، على فكرة في آيات من آيات الرقية الشرعية آيات استحضار أنت مالكش إنك تعملها، وألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أول حاجة يأتي يحرف الآية عن مواضعه، ده أول حاجة. ثاني حاجة أنت يعني أنت عندك السلطة إنك تقول الآية دي بس؟ ما هو نفس برضك من غباء، بس إن اللي كون التكوين ده أصلا أو حط الترتيب ده قال لك إيه؟ وما جئتم به السحر ان الله سيبطله. يا ذكي يا اذكى اخواتك، طب ما انت هنا ابطلت كلامك اهو، معنى كده ان انت بتؤكد ان الله سبحانه وتعالى وحده، وان ربنا سبحانه وتعالى زي ما اذن بواقع الضر عليك هو اللي ياذن برفعه. طب انا اعمل ايه؟ طب ما ربنا قال لي الداء والدواء اهو. طب ماشي، ما هو الدواء ايه؟ الداء اهو وقع، الدواء ايه؟ ان اتمسك بذكر الله سبحانه وتعالى. اقرا القران، ما يكونش دعوه برقيه شرعيه، انا لا اعترف بها اللي هي الطويله دي، الرقيه الشرعيه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء، الفاتحة، المعوذتين، سورة الإخلاص، آية الكرسي، أعوذ بكلمات الله التامة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء، بسم الله أرقيني والله يشفيني من كل عين تؤذيني، هذا ما ورد في صحيح السنة وما ورد في الكتاب، ما دون ذلك لا أعترف به. جيب لي نص صريح صحيح بيقول لي الآيات الطويلة اللي أنت قلتها دي فين ده؟ المصطلح حتى لما نصح أصحابه لهم بالفاتحة، بالفاتحة، ما لهمش بقى الحاجات الكتيرة دي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيش الهري اللي ناس كتيرة بتقول فيه. أنت بتضر نفسك، ما بتنفعش نفسك. أنت هتعملي إيه يا بنت الحلال؟ هتشغلي سورة، هتقرأي أنت سورة البقرة، أنت اقرأيها. خلي أولادك ملمون حواليك اقرأوا. المشاكل اللي بتحصل بسبب نفوس الشياطين، بسبب تواجد الشيطان، لما أنا ليل نهار مشغل أغاني بصوت عالي و و و، إمتى هتيجي الملائكة في بيتي؟ لما أنا ليل نهار يبقى فيه سب وفيه كلام سيء وفيه وفيه وفيه، هتلاقي تصرفات مش كويسه من الشياطين حواليك، بتحوم حواليك. فانا كل ما في ذكر وفي ايات الله سبحانه تذكر في البيت الشيطان لن يوجد، في حين وجود ملائكه لن توجد شياطين، وفي حين وجود شياطين لن توجد ملائكه، الاثنين ما يجتمعوش في مكان واحد. فخلي دايما ذكر الله سبحانه وتعالى في بيتك،
زي ما قلت لك كده الحاجات لسه قايلها لك، واي وسوره البقره تقرا 3 ايام، اول 3 ايام من الشهر العربي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان هي بتبطل البطله وبتخرج منها، تجعل لك ان بركه في بيتك وتزيح الشياطين ونفوسهم الى غير ذلك. يا ريت نتمسك بما نطق النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتى في كتاب الله، ولا دخل لي باللي بيتقال في اتساع واسع من كلام لا اصل له خالص. المجربات والكلام ده انا لا اعترف به مهما كان اللي قائله، انا ليا دعوه باللي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم واللي اتى في كتاب الله. اهلا يا اميره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ صايب؟ الحمد لله بخير حال. ممكن عندي حلم ممكن حضرتك اقوله لك؟ اتفضلي. اني كنت حلمت ان انا بجمع بدنجانه سوداء وشويه كده لقيت برضو بجمع بدنجانه بيضاء على بدنجانه سوداء. ماشي. انت ده انت في ارض يعني؟ انت عندك أيوة ارض؟ انا في ارض كده وبجمع بدنجانه سوداء الاول. انت في الوقت ده، في المحصول البدنجان ده يعني؟ ايوه. طب خلاص ماشي ماشي يا اميره. وشويه بجمع بدنجانه سوداء على بدنجانه بيضاء. ماشي حاضر يا اميره، شوف على اتصالك واستمعي حاضر للتفسير. بما انك انت عندكم ارض والوقت ده بتجمعي الحاجه دي، فده عباره بس عن حديث نفس ليس الا. كل مرء بيشغله حاله، يعني انا دلوقتي مشغوله بان مثلا بكتب حاجه فانا هحلم ان انا بكتبها، انا مشغول ان انا بلم خضار او غيره فبحلم بيه. كل عمل شاغل عقلك وشاغل بالك اتى في منامك بنفس الشكل اللي فيه نفسه ومقاطه او غيره. لو كان في غير مقاطه او في الوقت ده ما كنتش بتلمي كان الامر هيبقى مختلف، انما هنا هو مجرد حديث نفس وليس الا، والله اعلم. معنا اتصال. اي السلام عليكم. اهلا يا رانيا، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. منورانا، اتفضلي. الله يخليك بوجودك. معلش انا معايا حلم لمرات اخويا. اتفضلي قولي معاكي. حلمت اللي هي كان معها طفل، هي في الحقيقه معها طفل وعنده شهرين. حلمت اللي هي شايلاه فمرات عم جوزها خدته منها بالعافيه، فجت بتقول لها لا ده انت خدت مني ابني، خدت مني ابني انا عايزاه. راحت مريض الدولة، قالت انا همشي اروح انا وخالتي نجيبه منها. جت تمشي تروح عند خالتها تجيبه منها، راحت قالت مش عايزه تدولها برضه، راحت قالت انا خلاص انا اروح انا اشتكيها اخد سيدي سعد هو اللي هيجيبهولي، اللي هو سيد جوزها في الحقيقه. انا هاخد سيدي سعد هو اللي هيجيبهولي منها. راحت بتبص لقيت الطفل على دراعها بس من غير دراع، بدراع واحد بس. ده بينهم مشاكل الناس دول؟ بين مرات عم جوزها وبينها يعني؟ لا ما فيش اي مشاكل. طب جميل ماشي. بس هي خدت لما خدت الطفل كملت اللي هي تمشي يعني تاني، راحت بصت لقيت الطفل بدراع، كم يعني بقي بدراعين دلوقتي. طيب هي اللي كانت حلمت الحلم دي كانت طاهره ولا حائض وقت الحلم ده؟ لا دي طاهره. طيب كده؟ اه. ولا جنب يعني ولا حاجه؟ لا مش عارفه القصه دي بس انا عارفه اللي هي. كملي بس وافسر لك دلوقتي، كملي. هي انا بس هو الحلم خلص على كده، بس لقيت الطفل لما هي جايه انا هاخد سيدي سعد هو، ما فيش حد يجيب لي الطفل الا سيدي سعد هو اللي هيجيبهولي. بس لقيت الطفل على دراعها بس من غير دراع، كملت ماشي تاني راحت لقيت الطفل بدراع بدراعين يعني. ماشي حبيبتي، شكرا على اتصالك واستمعي حاضر للتفسير. الحلم بتاع الاخت الكريمه اللي مش شخص اتصلت، الاخت اللي حلمت الحلم ده، هو في نفوسها شيء من عدم الاتزان، دايما شايفه ان ممكن بتتلكك وبتاع، دماغها شويه فاضيه، يعني مش فاضيه ان هي تافهه، تقف على الصغيره والكبيره، ما عندهاش ما يشغلها. انما الحلم ده كان على غير طهاره وواضح جدا ان كان في تلاعب الشياطين عالي جدا ونفسها ضعيفه اصلا، وهي كانت على غير طهاره وواضح جدا. في نقط بتبين لي انا كمفسر، بتبين لي وتوضح لي ان الحلم ده اذا كان الاخت او الاخ اللي بيتكلم الحلم ده كان على طاهر او غير طاهر. في البعض كل الاحلام تقدري تعرفي بشكل، لا في احيانا يختلط عليا ولازم اسال للتاكيد، لكن ده واضح جدا اني على غير طهاره سواء جنابه او كانت على حيض. في الامرين بيكون الحلم فاسد بيكون بالشكل ده. انا سالتها انت عندك ما بينهم مشاكل؟ قالت لا، وهذا ما يؤكد الامر تماما، والله اعلم. معنا اتصال. اهلا يا نهى. الو معاكي. حلمين لو سمحتي. اتفضلي. حلم بصي خليه حلم عشان في اتصالات كتيره، ممكن بعد اذنك.
ماشي. انا حلمت ان انا ماشي انا والمدير بتاعي بتاع المدرسه ومعاه طبق بلح، فهو عمال يديني بلح وكده وانا عماله اكل معاه. وبعد كده قال لي، فضل يدعي لي ان انا اروح الحج وكده، وانا فضلت ان انا ادعي له. بعد كده رحنا دخلنا انا وهو في شارع، راح قال لي هو انت متوضيه؟ قلت له انا بس. قال لي طب تعالي نصلي انا وانتي. قلت له طب هو حرام، انا سلمت عليك مش هينفع اصلي. قال لي لا مش حرام، تعالي ندخل انا وانتي ونصلي. قلت له ماشي، ودخلت انا وهو في مكان بس ما صليناش لسه. وبعدين بس على كده وخلص الحلم. هل بينكم حاجة أو أنتي متزوجة ولا لأ؟ أنهو لأ أنا طيب، هو بينك وبينه اي استلطاف او انت حاسه بريحته بشعور معين، او من هو كان بيظهر لك شيء معين؟ لا لا، ده هو كان مديري في المدرسه وكده، وانا خلصت مدرسه. ده يعني انتوا مش شغالين، فاكراكوا شغالين سوا؟ لا ده كان في المدرسه وكده. بيدرس لك؟ لا كان وكده. لا يعني علاقه ايه؟ مفيش اي علاقه ما بيننا، مفيش حاجه ولا في المكان قريب، المكان قريب منك سكن ولا اي حاجه؟ لا 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 ما بيشوفوش خالص، ولا فيش اي كلام ما بيننا ولا حاجه. انت حد تقدم لك قريب يا نهى؟ اه. طيب والشخص ده اكبر منك بكتير ولا شويه؟ لا يعني مش كتير قوي. مش كتير بس مش قليل السن برضو كل بينكم. اه. هو شخص ماديا معقول كويس، نقدر نقول كويس. اه هو كويس بس انا ما فقتش بيه. وافقتيش؟ لا. انت ما عجبكيش. اه طب في حد تاني يخص برضو الحج وكده ممكن اقوله؟ خلينا نقول ده عشان بس ناخد، عشان في ده تفاصيل اقوله لك عشان بس الاتصالات الباقيه، معلش يا نهى عذرا. شكرا يا نهى على اتصالك، واستمع حاضر لتفسير الحلم. الحلم ملوش متعلق بالشخص اللي انت حلمتي بيه، وانما متعلق بالشخص الذي تقدم اليك كان لك خيرا فيه، كان هيعيشك عيشه كويسه. ويمكن رفضك ده كان بناء على عواطف ومشاعر، وان هو شكلا او الموضوع ما عجبكيش عشان كده ما اكملتيش. هو شعر بعدم رضاكي من الاول، اللي هو فكره سؤالك انت متوضيه او لا، وانت اكملتي، مع انت عايزه تكملي تتجوزي وتستقر، بس عايزه حد بشكل معين ومواصفات معينه. بقى الكلام الكتير بتاع البنات، وده طبيعي حقك، اللي انت ما ترضيش بيه عادي، بس كنت استخرت الله سبحانه وتعالى. الحلم هنا مش مبين انت استخرتي بقناعه، يمكن عملتي صلاه استخاره بس ما خدتيش بالنتيجه الصحيحه بتاعتها. على كل نعيد الاستخاره، وان كان لك نصيب فيها تاخديه، وان لم يكن لك نصيب فيه فالله سبحانه وتعالى مش هيجعل بينكم اي شيء. لكن خلي بالك يا نهى، العواطف والمشاعر المفرط فيها بدون اضافة بعض العقل والمنطقية في اختياراتنا بتسقطنا تماما وتؤخر علينا امور. اذا معنى كده ان انا اخد واحد عشان موضوع قطر الجواز؟ لا لا لا، مش بتكلم في كده. انا ممكن يضيع عليا شخص كويس لمجرد ان انا عايزة واحد تاني احلى، تمام؟ فحاولي تحكمي عقلك وتحكمي المنطق اكتر من المشاعر. اهلا يا دعاء. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي حلمين مختصرين صغيرين. اه في اختصار هجيبهم لك. طيب ماشي بسرعه يا دعاء. طيب معي، معلش بنت اخوي جات انا لي شهر برن عليكي. تفضلي حبيبتي. وهديها برضه حلمين، معلش برضه مختصرين. لا بصي، هم حلمين اتنين بس، مش هينفع اكتر من كده معلش، يعني انا هتجوزها انا اعمل لك اتنين بس، اوكي؟ معلش. طيب ماشي. انا حلمت في مره عيالي اولادي يعني كنت رايحه مشوار، فهم الاثنين بيرشوا علي عبر. ادي اول حلم. اول حاجه ايه؟ معلش ما سمعتش كويس. اولادي كنت رايحه في مشوار فبيرشوا علي عبر. بيرشوا عليك ايه بقى؟ برفان. اه ماشي اوكي. ادي اول حلم. تمام. الحلم الثاني حلمت شلفتي قاعده قدام فرن تحني، بس يعني مش كنت بأي هدوم. قد اختصرت الحلمية. اوكي، طب قولي لي، انت متزوجة ولا منفصلة؟ لا انا ارملة. ارملة، حلو. انت اللي شايلة مسؤوليتهم، انت اللي بتشتغلي صح؟ انت اللي بتشتغلي ولا حد متوكل باموركم ومصاريفكم؟ لا ما بيشتغلش. انت يعني اهل جوزك هم اللي بيصرفوا؟ لا عيالي. عيالك كبار ما شاء الله تبارك الله. معي ولدين ومعي معاش. طيب انت عمرك قد ايه يا دعاء؟ 54 سنة. ما شاء الله. حد قال لك انه ممكن زواج الونس او غيره؟ حد طلبك للزواج او قال لك الكلام ده؟ لا لا لا. جميل لا. خالص جميل. انت عايز من حوالي 9 سنين. ايه؟ من 9 سنين.
او 10 دلوقتي. اتجوزتي يعني ولا لا توفى جوزك؟ ايوه من وقت ما توفى جوزي. تمام ماشي يا دعاء. تمام يا حبيبي شكرا على اتصالك واستمع حاضر للتفسير. الحلم بتاع العطر اللي اولادها رشوه عليها في ان هم هيدوها خير وقريب او احتمال يطلعوكي عمره، بس هم بيحاولوا يرتبوا امورهم، بيحاولوا يقدموا لك خير كويس قوي الفتره الجايه، وربنا يجعل لهم الرزق يا رب والسعاده. اما مساله سلفتك فهي بتحاول تمنع خير، وحين تمنع خير الله يفضح امرها في شيء معين. قد سترى الله سبحانه وتعالى في امور كثيره اذيه لناس، ولكن الله سبحانه وتعالى هنا آن الأوان، إن الله يمد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. رب سبحانه وتعالى سترها كتير قوي ولكن يفتضح أمرها، فكوني على مسافة وبعد ولا تتدخلي ولا تقولي ده حقي ولا غيره، رغم إن ليك حق في الأمر وربنا هيورهولك، ولكن حتى إن كان فيها شفاء لصدرك أمام الله سبحانه وتعالى بينك وبين الله فلا تظهر الأمر، لأنه يتاخذ عليك مأخذ كبير جداً. كوني يا بنتي كده زي ما انت وربنا يصلح حالك ويهنيك ويسعدك. معنا اتصال. السلام عليكم. يا عبد الله. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. انا اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات اللي قبل اللي فات لو تفتكريني. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا حلمت خير ان شاء الله، ان انا واقف على نهر النيل. جميل. وببص كده في اخر النهر كده لقيت قصر عابدين طالع من تحت كده من تحت الميه وفوق سفينه. ماشي. فبقول لنفسي ازاي هو طالع من تحت الميه؟ لا لا لا، ده الكره الارضيه بتلف، فلما بتلف بيبان ان هو طالع زي الشمس كده لما بتشرق. جميل. بس كان شكله جميل جدا، وكان في حد في جنبي بكلمه بس مش عارف مين. ماشي. ده كده حلم. الحلم الثاني ان انا واقف فوق السطوح والشمس ضاربه في عيني. في نفس الوقت لقيت قمر، الشمس كانت جميله وكانت الشمس وكانت السماء موجوده وادينا نور، ولقيت القمر جنب الشمس. جميل. تمام. ولقيت زي طياره كده، زي كان الجيش بيتدرب، يعني بيدرب الطيارات بتاعته زي ما بيحصل كل فتره كده، بس طياره كده موجوده جنب القمر. دي كده ايه؟ ده كده حلم التاني. تمام. الحلم التاني لا لا بص حضرتك، احنا بس هناخد حلمين عشان بس كمل الاتصالات. حضرتك بس قول لي بس سؤال بس. حضرتك الامر اللي كنت عايز تخلصه خلصته ولا لسه معلق؟ لا انا قعدت مع الجماعه مع الناس بس اتحل نص المشكله، ما اتحلتش كله. هتتحل. تمام. هتخلص. يعني لسه ما اتحلش قوي، يعني احنا لسه في المفاوضات لو تفتكريني. حبه حبه. ما انا تذكرت حضرتك عشان كده سؤالتك السؤال ده، ما انا متذكره حضرتك كويس. تمام. ماشي يا استاذ عبد الله، شكرا على اتصالك واستمع حاضر للتفسير. ربنا يصلح حالك يا رب. الحلمين اللي حضرتك تقول معناهم ان الله سبحانه وتعالى بدا الامور تنكشف تدريجيا، الا انام حصل فيها شيء يضايقك وحسسك قدام نفسك ان انت تنازلت، الا ان ده فيه خيرا لك، ينكشف بعد الظلم نور وبعد الظلم، يعني يقول ايه، بعد ما كان في حقك رايح كله حقك هيرتد، هتاخد مساحه لنفسك، هتبدا ترتاح كتير. فكره القصر عابدين اللي طلع على الميه والكلام ده كله، في ان ربنا سبحانه وتعالى نجاك. اي نعم في امور جليه هتبان وحاجات هتبان قدامك كتير، وبالعكس بعد الموضوع ده ما ينتهي يظهر لك فرص كويسه جدا 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 في الحياه، وكان الامر ده كان قافل الحياه. في بعض الحاجات زي الجود فايبس والباد فايبس، يعني زي طاقات او زائره ايا كان مسماها، كل واحد بيسميها بشكله ايه، لكن الناس دي كان وجودهم قافل حاجات كتيره، وبمجرد ان الموضوع يخلص قريب او هيخلص تماما تماما الامر كله ان شاء الله سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب خير كتير كتيره، وده اللي دل عليه في الحلمين. فربنا يرزقك ما تتمنى وزياده، يفتح لك ابواب الخير من حيث لا تحتسب. معنا اتصال. اهلا يا ايمان. اهلا يا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي التلفزيون واسمعيني عشان اقدر اسمعك يا حبيبي. انا حلمت حلميه. سريعا يا ايمان عشان لو هيطولوا هتقولي حلم واحد. لا سريع. طب انت بسريع بتاعتك دي يبقى هو شكله يبقى حلم واحد. قولي يا ايمان قولي. انا حلمت اني انا زارع عنب وبطيخ وطماطم اخضر. وقعدت رحت قلت رايحه بيت عمي. فرايحه بيت عمي انا قلت على طول لا شفت دخان طالعه منه. رحت لقيت بقعة نار فيها أنا وعمتي ومرت عمي. جميل. ف
رحت قلت اصرخ، قالوا لا ما تصرخيش. فجأة النار كبرت. جميل. راحت يعني كلت عمي وعمتي اثنين ومرت عمي النار. كلتهم النار وقالوا بقيت اصرخ قوي. قالوا الناس لما. انت متجوزة ولا مش متجوزة يا امان؟ لا متجوزة. معاكي اولاد؟ معي بنت. حلو كملي. قالوا قعدت اصرخ، قال فلقيت عظم عمي في الرماد، قال لما كلته النار هو وعماتي ومرت عمي. بينك وبينهم مشاكل يا امان؟ لا ولا حاجة الحمد لله. جميل. وبعدين؟ بس هو الحلم دي. طيب قولي لي التاني سريعا يا امان وما تموتيش يا امان بسرعة. ماشي. والحلم التاني حلمت قال اني برضو رايحة قد بيت ابوي، فرايحة اخبزلهم، فعايز احمي الفرن يعني، ورحت بيت عمي انه يدوني فرن بوس، ما رضوش يدوني قال بوس ولا وقيد انا احمي الفرن. قال قعدت اعركي معاهم، قال واقول لهم ادوني احمي ما رضيوش. فجأة قال لقيت النار مطلوقة في بيتهم وقعدوا يندبوا. ماشي يا امان تمام، شكرا على اتصالك وقولي وهستمع حاضر للتفسير. الحلمين معناهم وقوع فتنة في بيت أهل باباك دول، والمشكلة هتبقى كبيرة جدا، هتطال كل الناس اللي أطلهم النار وأكلتهم بالعكس، والأمر ينتكس عليهم، يبدو أن هم اللي فتحوا الباب على نفسيهم على الشر. فالساعي للشر أو من يوقد النار ينال منها، هم افتعلوا موضوع وفتحوه. دايما شايفين نفسهم أقوياء حسب ما رويتي في الحلمين، دايما شايفين نفسهم إحنا فاتحين صدرنا على الحياة ونقدر نعمل كل حاجة. هيطلهم من الأذى الشديد، فعليك تحذريهم إذا كان ليك المقدرة أو الكلام إنك تقولي، قادرة توصلي الرسالة بشكل كويس هيستمعوا قولي، مش هيستمعوا ما تقوليش حاجة وكأنك ما شفتيش حاجة. ليه؟ لأن لما يكون الكلام لا قيمة له فالأفضل السكوت عليه. أنا لما أكون اللي أنا هقوله دون القيمة أو لن يصل بالشكل الكامل، فيجب إذن وقتها أن أنا أسكت وأكتفي بالمشاهدة، لا يسعني سوى هذا، لأن أنا اللي أنا هقولها يحسب علي. يقول لك لم أندم على السكوت مرة، ولكني ندمت على الكلام مرات عدة. فخلي بالك، والموضوع لا يخصك لا من قريب ولا من بعيد، إلا إن الله سبحانه وتعالى يأتيك برزق في التوقيت ده، اللي هو الحاجات اللي انت كنت بتاكلي فيها، والله أعلم. أهلا يا هبة. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حلمت إن أنا جبت جدع وسميته ياسين. ما شاء الله. قولي بقى الحلم بسرعة ووطي الصوت عشان أقدر أسمعك وتاخدي اللي تديني الحلم بس. طب ماشي. أنا حلمت إن أنا جبت جدع وسميته ياسين. أنت حامل؟ انا لا مش حامل، انا معايا خمس عيال وكده كده الحمد لله حمد ربنا، بس في مشاكل عليك. يعني بيني وبين اهل جوزي وعيلته وكده، وهم اللي قطعوا صله الرحم. فبعدين كنت نايمه زعلانه ومتضايقه وسالت يعني على صله الرحم، لان هم اللي قطعوها مش احنا. ماشي تمام. فهيت ان انا جبت ولا، قلنا ايه هنسمي سيف الاول، قلنا لا مش هنسمي سيف، هنسمي ياسين ناصر علي سعيد. ماشي كويس. والحلم خلص على كده. وانت تسيش لأي حملة خالص؟ لا الحمد لله، أنا معايا ثلاث بنات ولدين الحمد لله، حمد ربنا على كده. الماديات عندك عاملة ايه؟ حلوة الحمد لله. الحمد لله ربنا يوصح عليك يا رب يا بنتي. شكرا على اتصالك واستمع حاضر للتفسير. الحلم بتاعك ده عليك أن تكوني لينة هينة، حاولي تودي من بعيد لبعيد، هيحصل شوية حاجات دربكة، ولكن خليكي أنت مد إيدك بالوصال وإن قطعوا. انت كانك بتسفيهم المل، يعني انت كانك بتقدمي لهم الخير وبالشر اللي هم بيعملوه او بقطيعه الرحم، كانهم بياكلوا من تراب جهنم. سيدنا ابي بكر لما كان بيقدم لاهله واللي منه الخير ورجع قال لنبي صلى الله عليه وسلم، قال له بعمل كذا وضهم ويقطعوني واصلهم ويسبوني بالكلام ده كله لاخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يكمل في الموضوع، فكانك تسفوهم المل اللي هو كانه بياكلهم من تراب جهنم، كانهم بياكلهم حاجه وحشه شديده. فانت قدمي لله سبحانه وتعالى، فانت تفعلي لرب الناس لا لخلق الله. فكل ما في امكان اسالي من بعيد لبعيد، ادعي لهم بالخير وهكذا. فاحد اشكال صله الرحم الدعاء. فسيدنا ابراهيم حين كان ابوه كافرا قال سادعو لك ربي، ولم يكن له سوى ذلك. معنى ذلك ان الدعاء للاهل برضه نوع من انواع صله الرحم.
فربنا يرزقك الخير وما تقلقيش، ربنا يصلح لك الحال. اهلا يا دينا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن معايا حلمين؟ بصي هو انا هناخد حلم واحد لو طويل. لا قصير. هو اول حلم لاخويا دايما بيحلم انه قاعد فوق سطح عالي وبيطير في الجو. ان ايه معلش يا دينا؟ دايما اخويا بيحلم انه قاعد فوق سطح عالي وبيطير في الجو. ماشي وبعدين؟ وبينتهي الحلم على كده دايما بيحلم. وانتي؟ انا عندي حلم. قولي. طب ما بقولك وانتي، انا بقولك انتي قولي حلمت بقى على طول. قولي يا دينا. انا حلمت انه والدي ماسك بنت وبتعيط معاه. ورحت نادى عليا وقال لي خدي البنت. ورحت اول ما خدت البنت سكتت معايا على طول. انتي متزوجه ولا انسه يا دينا؟ انسه. جميل. خطوبه ولا لا؟ طيب ماشي. وخدت البنت ومشيت بيها، رحت لقيت قصب، هو قصب السكر. راحت البنت شاولت عليها، اديتها حته وانا خدت حته وسبت حته لاخويا. في قصب عندكم اليومين دول في البلد؟ لا. طب حلو قوي. جميل. ما هو من فتره الحلم ده، رحت اديتها لوالدي قلت له خد، هي سكتت معايا وراحت له على طول. وانتهى الحلم على كده. ماشي يا دينا، شكرا على اتصالك وسامي حاضر للتفسير. هنطلع فاصل قصير جدا، هنرجع لكم نقول حلم دينا ونستقبل باقي استفساراتكم واحلامكم.